تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، نتضامن مع إخوة لنا خارج أرض الوطن، الجالية المغربية خارج أرض الوطن، نتضامن معهم تضامن قوي وصادق وعاطفي، خصوصا في إيطاليا وفي إسبانيا وفي فرنسا وفي دول أخرى متعددة. لنا أحباب ولنا أقارب من أبناء جلدتنا ومن أبناء وطننا، هم قد انتهت حياتهم وتوفوا في تلك البلاد. التدابير التي كانت معلومة وهو أن الإنسان حينما يتوفى فيتم إعادته إلى أرض وطنه لكي يدفن إما بحرا وإما جوا، يعاد به إلى أرض وطنه في جثمانه، ثم يختار له أي مقبرة من المقابر يدفن فيها، وتقام له مراسيم الدفن والغسل ومراسيم تقديم العزاء. لكن ما نراه في أزمة كورونا، فالأموات إذا ماتوا لا يغسلون بل يوضعون في مادة بلاستيكية ثم يوضعون في حفر، فما حكم هذا الأمر؟ الكثير من العائلات الآن مغربية عندها أحباب وعندها أقارب تبكي وتقول أن المصيبة مصيبتين أو أكثر، فراق الأحبة وأنه لم تودعهم، وأيضا كانوا يتمنون أن يدفنوا في أرض المغرب. الآن ومع مشكل في الجو وفي البحر، ليس هناك القدرة على التنقل لا بحرا ولا جوا مع إغلاق الحدود الجوية والبحرية، فإنه يتعذر نقل جثمان هؤلاء الأحباب إلى أرض المغرب. فما هو الحكم؟ المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة اجتمع في الآونة الأخيرة وتدارس هذا الوضع، لأنه تلقى فتاوى مجموعة من العائلات يلتمسون، منهم من يرفع ملتمسات إلى أمير المؤمنين، إلى صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ورعاه، لكي يتدخل من أجل استجلاب جثث وجثمان العوائل. ولكن المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة اعتبر بأن الظرفية صعبة وصعبة للغاية، وأنه لا يمكن أن نقوم برحلات لا عبر الجو ولا عبر البحر، فماذا نفعل؟ أنه تعذر نقل الجثامين إلى أرض المغرب. هل هناك مقابر إسلامية في أوروبا؟ أي نعم، توجد مقابر إسلامية في الدول الأوروبية لكنها قليلة، ثم إنها بعيدة، ثم إنها مكلفة، وبعض المقابر تشترط أن الإنسان بعد 20 سنة ينقل جثمانه أو ربما تحرق جثته، وهذا مما أثار فزع الكثير من الناس. لكن المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة باستشارة مع المجلس العلمي الأعلى بمملكتنا الشريفة خرجوا بفتوى مفادها، وهي أن هذه الظرفية استثنائية وطارئة، لا يمكن أن نطبق جميع الأحكام كما هي منصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفي الفقه على المذاهب الأربعة، بل نطبق قاعدة مقاصدية عامة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبحث هؤلاء العلماء عن طريقة الأيسر للتعامل مع هؤلاء الأموات. الطريقة الأيسر وهي أنهم إذا أمكن أن يغسلوا فكان أفضل، يغسلون، وإذا تعذر أن نغسلهم بالطريقة المعروفة عندنا
فإننا نصب عليهم الماء فقط، نصب عليهم الماء. وإذا تعذر، لأن في بعض الدول الأوروبية بحال إيطاليا رأى الجثث بالمئات وربما بالآلاف، وقد رأيتم فيديوهات لمستشفيات ولمستعجلات الجثث كأنها شيء فظيع ومخيف. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ قال لك ربما إذا تعذر علينا غسل الجثة نقوم فقط بالتيمم، لأن التيمم طهارة ترابية يقوم مقام الطهارة المائية عند تعذر الغسل. فقالوا يجوز أن نقوم أننا نقوم بتيمم لهذا الجثة، هذا الجثمان، وبعد ذلك ممكن أننا ندفي نقوم بالكفن. وإذا تعذر فإنه يوضع له بلاستيك واقي ثم يدفن. وليس بالضرورة أن تكون مقابر إسلامية، هناك المقابر العمومية. أي نعم، كل دين له مقبرته، اليهود لهم مقابرهم، والنصارى لهم مقابرهم، والمسلمون لهم مقابرهم، وهناك طقوس خاصة بكل ديانة. لكن في مثل هذه الظرفية هناك مقابر العموم، تسمى المقابر العمومية، لا تميز ما بين مسلم ولا يهودي ولا نصراني، وإنما نقول بأن النفس هي خلق من خلق الله، وكلكم من آدم وآدم من تراب. فالمقصود أننا نجمع جميع الجثث والجثامين، وكل يدعي بالطريقة التي هي مناسبة. اليهودي يدعو بدعائه الذي في الترانيم وفي التوراة، والنصراني يدعو بدعائه الذي في الإنجيل، والمسلم طبعا يدعو بدعائه الذي في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، ويدفنون في مقابر عمومية. وليس المهم الجثة هي عبارة عن شيء اللي هو سوف نتخلص منه كلنا، ولكن الروح هي الأساس. الروح أين تذهب؟ الروح تذهب إلى بارئها، فأجسامنا عند الموت تصير تراب في المقابر، لكن الأرواح تصعد إلى بارئها، وهي اللي فيها الطقوس دي الكفن. فقد في السنة النبوية الشريفة أنه يأتي ملك من السماء وينادي عن الروح الذي يخرج الروح، يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وخرج الملكين بخرقة بيضاء وبإناء فيه ماء، ويقومان بتغسيل هذه الروح وتكفينها، ثم يقومان بإصعادها إلى السماء، وهم يقولون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وتفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى البرزخ، وهنالك تلتقي ببارئها. هكذا هو الذي في السنة النبوية الشريفة، والجثة تبقى في التراب. الآن الناس يتساءلون عن قضية الصلاة، صلاة الجنازة. عدد العائلات مرقوا في صلاة الجنازة، على من نصلي وكيف نصلي؟ ربنا عز وجل ما فرط في الدين من شيء، ما فرطنا في الدين من شيء. فديننا في عندنا ما يسمى بصلاة الغائب. صلاة الغائب هو أنه إذا تعذر علينا أن نصلي صلاة الجنازة بالطقوس المعلومة، أنه يجتمع المؤمنون على الأقل ثلاث صفوف ويصطفون أمام الجنازة ويصلي عليها الإمام بالطريقة المعلومة. لكن إذا تعذر في الظرفية الراهنة لا يمكن للناس أن يجتمعوا، حتى المساجد قد أغلقت، حتى الحرمين الشريفين صار عندهم حجر صحي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم عجل بالفرج. فكيف نصنع في صلاة الجنازة؟ نقوم بالصلاة على الغائب، وهذه مشروعة في ديننا، وقد قام بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى على النجاشي. النجاشي كان نصراني، وكان يحكم أرض الحبشة، وكان رجل عادل، وكان يحكم بالعدل وبالمساواة، وقال كلام يدل على أنه أسلم. لما جاءت الوشايات
أن هناك فرق بين المسيحية وبين الإسلام؟ قال لهم، قال لجعفر ابن عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جعفر بن عبد المطلب، قال له أتل علي مما تدعي أنه قرآن. فقرأ عليه جانبا من سورة مريم، فلما سمع قصة عيسى عليه السلام قال الإسلام والمسيحية متفقان لا يفرق بينهما إلا مثل هذا الخط، ورسم خطا رقيقا، بمعنى أن القيم التي يدعو إليها الإسلام نفسها التي يدعو إليها المسيحية، والإيمان بالله عز وجل كلاهما يدعوان إليه، ويؤمنان معا بالبعث والنشور واليوم الآخر، ويدعوان إلى الفضيلة وإلى القيم الإنسانية النبيلة. فليس هناك فرق بين المسيحية والإسلام إلا في نقطة بسيطة جدا، ما هي؟ هي في تحقيق العقيدة. نحن المسلمين نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له زوجة وليس له ولد. ولكن المسيحيين غفر الله لنا ولهم يقولون بأن الله تعالى له ولد وله صاحبة، وهذا غير متفق مع العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد. وسبحان الله العظيم، في الآونة الأخيرة رأينا حملات تقام في عدة دول غربية، في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي الدول الأسيوية، في كوريا وفي روسيا وفي أستراليا، هناك رجوع إلى الدين، هناك بحث عن القرآن العظيم. حتى سمعنا في الكونغرس الأمريكي بحضرة الرئيس الأمريكي يقرأ القرآن العظيم، تقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يتم قراءتها وترجمتها، وتقرأ الآية اللي من خواتم في قوله تعالى خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في مجموعة آيات تدعو إلى الوحدة الإنسانية وتدعو إلى التضامن والتكافل، صرنا نسمعها تجمع بين الخلق، وهناك حملة كبيرة للإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. بل أكثر من هذا، سمعنا دولا غربية بدأت تجيز إطلاق الأذان من الصوامع، أطلق الأذان في مساجد فرنسا ومساجد ألمانيا وغيرها من الدول، وهذا كله فيه بشائر الخير، أن كورونا سيأتينا إن شاء الله تعالى بمستقبل فيه حوار صادق بين الديانات، سيفضي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. فأقول أيها الأحباب الكرام، أحبابنا اللي هما يتوفوا نصلي عليهم صلاة الغائب حتى وهو بعيد عنا، نحرص على أننا نتخيل بأنه بيننا بين أيدينا، ونصلي صلاة الغائب، صلاة الجنازة على الغائب، فهي ليست فريضة فردية وإنما كفائية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فنحن نصلي جميعا صلاة الجنازة على من فقدناهم هذه الأيام في هذه الظروف الاستثنائية، وإن شاء الله تعالى ربنا يرحمنا ويرحمهم ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنات. أدعوكم أيها الأحباب الكرام، بعد لحظات سوف يرفع الأذان حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، سوف نرفع الأذان إن شاء الله تعالى ونقوم للصلاة، وبعدها نريد أن نقوم بدعوة ترحم على كل من فقدناهم من هؤلاء الأحبة وقد انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. اللهم ارحمهم رحمة واسعة وأسكنهم فسيح الجنات، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يحفظنا من البلاء ويرفع عنا الوباء، ويحفظنا بسبع المتاني والقرآن العظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.